Don't you think that creates a risk ألا تعتقد بأن هذا يمثل خطرا في عالم ممن لديهم وممن ليس لديهم أو لكي نضمن أن تتقدم التكنولوجيا وابتكار التطبيقات التي ستعيد صياغتها العالم والحكومات كما نعرفها؟ هل تعتقد بأن ستكون هنالك مشكلة في بعض الدول التي لا تستطيع أن تتحمل تكلفتها؟ وإن كان الجواب لا، فما الدوافع أو المحفزات؟ أولا، عندما يتطور شيء مليون ضعف والتكلفة أو الطاقة التي تستهلكها لم ترتفع مليون ضعف، في الحقيقة قمنا بتحقيق ديمقراطية لهذه التكنولوجيا. الباحثون في كل أرجاء العالم يقولون بإنفيديا حققت ديمقراطية التكنولوجيا المتقدمة، وضعناها في أيدي كل باحث. ولهذا السبب الباحثون الذكاء الاصطناعي جيف هينتون وجامعة تورونتو، يان لاكون، يان سيكون هنا، جامعة نيويورك، أندرو أنج في ستانفورد، كلهم بالتزامن اكتشفونا، لم يكتشفونا بسبب الكمبيوترات الخارقة بل بسبب وحدات معالجة الألعاب التي استخدموها. نحن نضع الكمبيوترات العالية المتقدمة في أيدي كل باحث في العالم، وعندما نقوم بتسريع مستوى الابتكار وديمقراطية التكنولوجيا، فإن تكلفة البناء والشراء أو تصبح غير ذات أهمية، ونحن نجعلها أسرع وأسرع. فما كان الأداء الذي تحتاج إليه اليوم؟ تكلفة اليوم أقل بكثير ما كانت عليه. علينا ديمقراطية هذه التكنولوجيا، والسبب واضح وجلي. هنالك يقظة في كل دولة، وربما في الستة أشهر الماضية، وهي أن الذكاء الاصطناعي هو التكنولوجيا لا يمكن أن نخشاها أو نرهابها، يجب أن نجد سبيل الاستفادة منها. والسبب هو أن هذه هي بداية الثورة الصناعية الجديدة، وهذه الثورة هي ثورة إنتاج ليس الطاقة أو الغذاء بل إنتاج الذكاء، وكل دولة يجب أن تمتلك إنتاج ذكائها بنفسها. ولهذا السبب هناك فكرة الذكاء الاصطناعي السيادي، أنت تملك بياناتك، لا أحد يملكها، دولتك تملك البيانات، وهي توثق ثقافتك وذكاء مجتمعك ومنطقك وتاريخك، أنت تملك بياناتك، ولذلك يجب أن تأخذ هذه البيانات وتقوم بتحسينها وتملك ذكائك الوطني. لا يمكن أن تسمح أن لشخص آخر أن يقوم بذلك نيابة عنك. وهذا هو الإدراك الحالي بعد أن قمنا بديمقراطة الحوسبة أو حوسبة البنى التحتية للذكاء الاصطناعي، فكل ما تبقى بين يديك لأخذ زمام الأمور وتفعيل صناعاتك وبناء البنى التحتية بأسرع وقت ممكن. الباحثون والشركات والحكومات بإمكانها استغلال هذه البنى التحتية لابتكار الذكاء الاصطناعي الخاص بك. نحن ملتزمون جدا بهذه الرؤية، ونحن نبني النماذج الكبرى ونعمل مع شركاء آخرين على ذلك. لنقلب المعادلة الآن، لنفترض أن جيسون هوانغ رئيس دولة نامية فيها ناتج محلي إجمالي صغير، وبكانك التركيز على تطبيق واحد من الذكاء الصناعي، ما هو؟ دولة افتراضية وأنت تواجه مشاكل كثيرة، ولكن ما هي أول مقاربة إذا أمرت استخدام الذكاء الاصطناعي؟ أول ما يجب أن تقوم به هو بناء البنى التحتية. إذا أردت حشد إنتاج الغذاء فعليك بناء المزارع، إذا أمرت حشد تطوير الطاقة فعليك بناء المولدات، إذا أردت رقمنة اقتصادك فيجب أن تبني الإنترنت، إذا أردت أتمتة ابتكار الذكاء الاصطناعي فيجب أن تبني البنى التحتية. هي ليست مكلفة جدا وليست معقدة أو صعبة. الشركات حول العالم تريد أن تخيف الجميع وترعب الجميع كل هذه الأفكار، ولكن الحقيقة هي مجرد كمبيوترات بإمكانك شرائها من أي مكان وتركيبها، وكل دولة لديها الخبرات الكافية لفعل ذلك.
بلا شك أنت بحاجة إلى السعي وراء البيانات الكبرى. أول ما سأقوم به هو تشفير اللغة، لغة بيانات ثقافتك إلى نموذج لغتك الكبيرة، وأنتم تقومون بذلك الآن. كور 42 أرامكو السعودية، كلهم يقومون بعمل هام لتشفير اللغة العربية وابتكار نموذج لغتكم الكبيرة الخاص. ولكن بالتزامن علينا نتذكر بأن الذكاء الصناعي لا يشمل اللغة فقط، هناك عدة ثورات ذكاء صناعي تجري في نفس الوقت. هناك AI للغة ولعلوم الأحياء، تعلم لغات البروتينات والكيماويات، والذكاء الصناعي للعلوم الفيزيائية، المناخ والمواد واكتشاف الطاقة وإنترنت الأشياء، لغة الرؤية الكمبيوترات وغيرها بقايا آمنة، والروبوتات والأنظمة الذاتية والتصنيع. هناك ثورات عدة متزامنة وإنجازات في كل هذه المجالات المختلفة، وإذا ما قمنا ببناء البنى التحتية فسوف نقوم بتنشيط وتفعيل الباحثين في كل هذه المجالات. من دون الإنترنت كيف يمكن أن تكون رقميا؟ من دون المزارع كيف يمكنك إنتاج الغذاء؟ ومن دون البنى التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي كيف بإمكانك تفعيل كافة الباحثين في منطقتك لابتكار نماذج الذكاء الاصطناعي؟